فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتهى الماء في البيت ولكنه يوجد في دورات المياه في المسجد وأنا على جنابة، فهل يجوز لي أن آخذ الماء من المسجد وأغتسل؟ طيب، لا بأس به، هو مبذول للطهارة، هو مبذول للطهارة، فتأخذ منه وتتطهر في بيتك والحمد لله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.